هذا ما يسمى إلا في الجرائد الأبراج، برج كذا وبرج كذا، والمولود في برج كذا سيحصل له اليوم كذا، والبرج الفلاني سيحصل له كذا، وهذا كله باطل، بل لا يجوز حتى قراءة هذا. وقد يقرأ الإنسان من باب التسلية فيتأثر، يقول أنت برج الثور اليوم تاريخ فلان سيحصل بك كذا، ستسمع خبر سيئا. ربما هذا وإن كان قرأه عبثا وتسلية إلا أنه يؤثر في نفسه، فالواجب تجنب قراءة هذه الأبراج. هذه من ادعاء علم الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله، فلا يجوز قراءة هذا ولا التعلق به. نعم، فضلا عن تصديقه.